بتوجيه من محافظي صلاح الدين الدكتور عمار جبور خليل ومدير بلدية صلاح الدين، باشرت كوادر بلدية قضاء بلد بحملة خدمية في عدد من الأحياء السكنية في القضاء تزامنا مع شهر رمضان المبارك لرفع النفايات. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بتوجيه من محافظي صلاح الدين الدكتور عمار الجبر ومدير عام بلديات محافظة صلاح الدين المهندس فائق مطلق زيدان، تقوم بلدية بلد في شهر رمضان المبارك بعدة أعمال لرفع النفايات في عدد من الأحياء السكنية بمشاركة الجهدين الآلي والبشري. حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين المحترم ومدير بلديات صلاح الدين المحترم وبإشراف من مديرة بلدية بلد الدكتورة نبيه ديالي تعب، تقوم مديرية بلدية بلد في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك بحملات واسعة ومكثفة في قضاء بلد، تشمل حملات شفل صغير مع دوجات صغيرة مع شفل كبير وقلابات كبيرة في جميع أحياء مدينة بلد. مديرة بلدية بلد أكدت أن الأعمال الجارية في الوقت الحاضر مستمرة بمساهمة آليات البلدية بقص وتعديل الشوارع. قامت بلدية بلد صباح هذا اليوم بحملة شاملة وموسعة في بعض الأحياء السكنية برفع النفايات وكذلك بقص وتعديل الشوارع الواقعة في حي الإمام وخصوصا الشارع المؤدي إلى معهد المهن الصحية العالي وكذلك في منطقة حي الطاقة. العمل مستمر وجاري برفع النفايات وتعديل الشوارع. في هذا الشهر الفضيل رمضان تستمر كوادر بلدية بلد بأعمالها لتشمل العديد من مناطق قضاء بلد. علي البلداوي لفضائية صلاح الدين، قضاء بلد.